مرة رحا قم رحا بلكم جميع الفصائل رأى الإشارة دي عرف أفواج من أجل أخذ الحصيص كذلك تمرير المؤطرين الرياضيين رحا. قبل بداية الحصة يحرص مسؤول كل فوج على التأكد من حضور الجميع. يمكن التمييز بين رتب المتدربين انطلاقا من لون ملابسهم، اللون الأحمر للعمداء، الرمادي لضباط الشرطة، الأصفر لضباط الأمن، الأخضر للمفتشين، والأزرق لحراس الأمن. عددهم يربو عن 900 شاب بين 21 و35 عاما، ولجوا هذه السنة للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. 63 عميدا، 168 ضابط شرطة، 37 ضابط أمن، 522 مفتش شرطة. أما حراس الأمن فيصل عددهم إلى 3000، ولجوا لمختلف مراكز التكوين في المملكة، 33 منهم هنا بمعهد القنيطرة. تتراوح مدة التكوين في المعهد ما بين 6 أشهر و15 شهرا بحسب الرتب، وهي مدة يجتازها المتدربون بشكل إجباري في داخلية المعهد. ما أموف